السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا. الفيديو اليوم غادي ندير لكم نحضر معكم هاد مينا حشا، كيجيو زوينين بزاف في الفرن، كيجيو رائعين، مقادير بسيطه جدا ومتواجده عندنا، كيجيو هشاش وخفاف، كيجيو مهم طريقه سهله جدا. ما عليكم يبقاو معايا باش نشارك معكم هاد الوصفه اللي كتجي رائعه وناجحه 100% من اول تجربه. غادي نحضرها معكم و طبعا نتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنسيوش طبعا الاشتراك في القناة لأول مرة يدخل فيها، ولايك الفيديو وبارتاج مع الأهل والأصدقاء. على بركة الله غادي نبدا معكم مقادير تاع الوصفة. عندي كاس سكر سنيدة، تقدروا تضيفوا ولا تنقصوا، كاس سكر، كاس زيت، جوج معالق كبار تاع الوات كوكو، بيضة واحدة، وكاس حليب، وعندي النكهة تاع الفاني اختيارية، خميره الحلويات 10 غرام، وعندي هنايا السميد نتاع الحرشه ماشي الغليظ، داك المويا الرقيق متوسط. عندي فوق تقريبا كامل، عندي هنايا تقريبا واحد 250 غرام، وغادي نضيف له جوج معالق كبار تاع نواه كوكو، ونضيف له سكر سنيده، ونضيف له خمارة الحلويات، ومن بعد غادي نجمعوهم يعني بهاد الحليب والزيت، والنكهة تاع الفاني مهم تقدروا اختيارية، تقدروا تعوضوها يعني تحكوا هكا تاع الزيت تاع الاخر تاع الحامض ولا التشين ولا اللي بغيتو تاع البرتقال ولا اي حاجه، اي نكهه بغيتو تعوضوها بها تعوضوها. هي انا درت الفاني، غادي نضيف خمارة الحلوى، ومن بعد غادي نجمعوهم، نضيف هاد البيضه والحليب، يكون حراره المطبخ المهم ما نخرجوش بارد باش ما يحيدناش ديك المفعول تاع خمارة الحلوى. ضفت الزيت، وهنايا الحليب، كما تعرفوا يعني السميد كتشرب يعني، واخا نديروا هذا الشيء يعني الحكاس حليب والزيت وكل شيء كي يعني كتشرب السميده ماشي كما الفرينه. غادي نضيف واحد الكميه قليله تاع النكهه تاع الفاني، صافي، وغادي نجمع هذا الشيء اللي عندي كما كتشوفوا معايا هنايا، يعني طريقه سهله ما عادش يعني ندلكوها ولا نجمعوها باش ينسجموا جميع المكونات تاع الوصفه. وبالنسبه للحرشه يعني تاع هذه يعني درتهم صغار باش يكبر، يعني تقدروا ديروها كبار كل واحد يعني كما بغى يحضرها، تقدر تكون كبيره ولا صغيره، درتهم صغيرات على حسب داك الصنين اللي درت فيه تاع الحلوه تاع البهله. وهنايا من بعد ما جمعتهم تقدروا الا جاتكم يعني ماشي خفيفه، لا ضروري تكون خفيفه العجينه ما تكونش قاسحه بزاف، تقدروا تضيفوا شويه الحليب ولا شويه الماء ولا شويه العصير تاع البرتقال، كل واحد باش تجيكم العشيشه يعني العجينه عفوا خفيفه ما تجيش ثقيله بزاف. هنا صاي جمعتها كما راكم تشوفوا كتجي على هاد الشكل، ما تجيش على حسب المكونات والدقيق والسميد اللي درت، يعني هذيك هي كتجي على هاد القوام. هنايا عندي هاد الصني تقريبا تاع البهله، يعني هو كيكون مقلوب من الجهه الاخرى، انا غادي درته من هنايا، درت فيه هاد الحريشات باش يجيو مقادين ويجيو نفس القياس تقريبا، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره، درتهم هنايا هكا على شكلهم على هاد الشكل يعني حجم صغير، و نديرو في الصني في داك اللاطا اللي تدخل الفرن. هنايا قبل ما نديرهم في داك اللاطا غادي نفندهم شويه في هاد السميد، تقدروا تضيفوا له سكر الفاني ولا تضيفوا له نواه كوكو، كل واحد واختيار ديالو. كما تشوفوا هنايا درت كما قلت لكم السميد في هاد الزلافه، وغادي نضيف لها واحد المعلقه كبيره تاع نواه كوكو، صافي، مو اختياريه، تقدروا تستغناو على الكوكو وديروا اي سميد، وغادي نفندهم في وسطها ونديرهم ديك اللاطه اللي كتدخل الفرن
صايي عندها بلاطه سيك فاني هنايا، وتعجبني فيها ريحه الفاني احسن من برتقال ولا. درت كاع هادو ثلاثه يعني السميد والفاني وكوك، وغادي نفندهم في وسطها ونديرهم في ديك اللاطه ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي نتاع الحشا. واخا شاركتها معكم في اول فيديو، كتجي زوينه، كتجي فيها ديك النكهه تاع الفاني رائعه جدا. نتمنى تعجبكم البنات، وتبع طبعا جربوه. غنديرهم هنايا من بعد درت في هاد اللاطه، تقدروا ديروا في اللاطه عاديه اللي تدخل الفرن هذه باش يجيوني مقادين كما قلت لكم، ويجيو قياس واحد، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. غادي نستمر على هاد الطريقه حتى نكمل كاع يعني الكميه اللي عندي تاع العجين، ونتلاقاو من بعد. ها هما البنات من بعد ما يعني بعد ما درتهم صاوبتهم كاملين، غادي ندخلهم للفرن كيجي شكلهم على هذا الشكل قبل ما يطيبوا بعد ما فنتهم وكل شيء، يجيو عبار واحد. علاش بغيت نديرهم في هذه اللاطه؟ وها هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو على هذا الشكل محمرين مخمشين، كيجيو زوينين بزاف نشرب الشاي والقهوه هكا، كيجيو رائعين جدا. نتمنى وصفه تنال الاعجاب ديالكم، وتقدروا تحتفظوا بهم حتى في واحد هكا في سوبيره تبلعوا عليها مزيان، وتلقاوها من تحتاجوها كما تشوفوا معايا. ها هي كتجي هكا من الداخل، ونقول لكم الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.